عقدت إدارة مهرجان الأقصر عدد من الندوات الفنية، من أهمها ندوة الفنان نور الشريف واللي تم تكريمه في المهرجان السنة دي. وخلال الندوة اتكلم الفنان نور الشريف عن العديد من القضايا الفنية أهمها تهميش الفن والإبداع في مصر منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات. أكد كمان أن الفن المصري بيعاني حاليا من مشكلة التسويق، وقال أن أقرب الأفلام لقلبه فيلم حدوتة مصرية وسواء الأتوبيس. والحقيقة أن الفنان نور الشريف من أهم الفنانين في مصر، واللي قدر طوال مشواره الفني أنه يقدم أعمال مختلفة راقية ومميزة. وتم تكريمه السنة دي في المهرجان، وده أكيد أقل تقدير لمشواره الفني. تعالوا مع بعض نلتقي بالفنان القدير نور الشريف ونشوف هيقول إيه عن درجة سعادته بتكريمه في مهرجان. في تاني فعاليات مهرجان الأقصر أقيم ندوة خاصة للفنان نور الشريف، تحدث فيها عن حال الفن حاليا في مصر وعن رأيه في الأوضاع السياسية. حرصت إدارة المهرجان على إنشاء معرض لأفيشات أفلام نور الشريف استرجع من خلالها ذكرياته الفنية. الحقيقة أنا سعيد جدا بالتكريم في الأقصر، لأن إقامة مهرجان في الأقصر كان حلم قديم للفت نظر الجنسيات الأخرى إلى سحر مدينة الأقصر. أنا ضد المعالجة المباشرة، يعني والحبيب عادل إمام عمل الإرهاب والكباب وعمل أفلام كان بيحاول يعالج فيها الإرهاب. الإرهاب لا يعالج، لأن عمل أو عملين في السنة لا يحققوا تغيير في سلوك الإنسان اللي هو بيمارس العنف. فأنا بشوف إن ده زي ما ذكرت في الآخر كلامي، إن إحنا ننشغل بإنقاذ الاقتصاد المصري. إنقاذ الاقتصاد يلغي الإرهاب والتطرف.